أهلا وسهلا فيكم كمان مرة في فيديو جديد، معلومات جديدة إن شاء الله تكون مفيدة لكم. وهذا الفيديو حيكون كتير مهم للناس اللي عندها ARB كومبرسر بغض النظر كانت سينجل سلندر أو دبل سلندر. الإشي الاعتيادي اللي كلنا بنعرفه، عشان أنفخ العجال بمسك برويج الضغط بحطه في العجل عشان يبلش نفخ، بعدها برجع بقيس بالساعة عشان أتأكد أنه الضغط صحيح، وبرضه لما أسوي ديفليشن نفس الموضوع بتأكد في كل مرة أنه البرشير تبعه صح. عشان هيك خلينا نشوف جهاز البرشير كنترول من ARB. لما تشبك الجهاز على الكمبرسر تبعك كل اللي هتصير تحتاجه أنك تعاير الضغط اللي بدك إياه، وهو أوتوماتيكلي بيا بنفخ العجل أو بنفسه. كل اللي هتحتاج تعمله أنك تنزل أبليكيشن، بعديها تشبك بربيج الضغط في العجل، تحط العيار اللي بدك إياه، هو حينفخ لك إياه لحاله أوتوماتيكلي. لما يوصل الضغط المطلوب حيوقف لحاله، وبرضه بالديفليشن هتكون نفس الخطوة. كرتونة الجهاز هتوصلك بهذا الشكل، حيكون فيها 5 قطع. جهاز التحكم بالضغط، محول الضغط، بلف معاير الضغط، الأسلاك اللي هتحتاجها، وحمالة حديد للجهاز. للي مهتم يطلب مثل هذا الجهاز بتقدر تلاقيه على أمازون باللينك الموجود هون، أو نفس اللينك بتلاقيه موجود على الديسكريبشن تبعي تحت.